نوريك تجي جات تبارك الله كبر. ولكن شفت تعاريق في واحد دركيت قالت لك واحد السيده ابراهيم ماما عندها السكر وعندها الغده الدرقيه، لكن غادي نعطيك انا واحد الوصفه دقابط لا سيفيني يا حبي. قالت لك نموت عليك، انا نموت عليك حبي ومسلم عليك. وقول لها ابراهيم راه غير شاف التعاليق ها هو دار الوصفه. شتي الدجاجات كبروا جدك ها قول له تبارك الله لا تعينه. لكن ها شوف حنا عندنا هنايا الكرموس يعني التين، شتي الكرموس هو هذا شتو تبارك الله راه يولد هنايا. وشوفوا الباكور ها شتوها شتوها كي دايره، راني كنسقي الكازا شتو، راني غير في الشرط. علاش ما بغيتش نبان لكم كمارتي عاود تقولوا ابراهيم ما يحشمش مني ها، لان انا في الصيف ديما تلقوني في الشرط. لكن حنايا هنايا عندنا الكرموس يعني التين، حنايا ما عندناش الغرض بهذا، حنا عندنا الغرض بهذا كي سميتها غادي نقلها لكم وحده هنا شتيها. حنايا عندنا هاد الاوراق هادي اللي عندنا الغرض بها، بصح هاد الغصن لا، هاد الحليب كيصلح غير التولان والجربه والحكه والكوبر. انا غادي ندير الوصفه لواحد السيده قالت لك اودي راه فيها التولال، ولكن راه الوصفه درتها قديمه وجابت لكم نتيجه. حنا هاد الغصن ما عندنا به غرض، حنا عندنا غرض بهاد الاوراق فهمتي، هاني قاطعها شفتوها هاني قاطعها فهمتي. هاد الغصن هذا كنلاصق هنايا فهمتي، هذا كنلاصق هنا، حنا غادي نكلعو علاش نحيدو هذا صالح فيه الحليب. غادي نجيبو حنايا واحد السبعه ديال الوراق ولا خمسه، ديري غير خمسه فهمتي، غادي ديري خمسه ديال الاوراق. صبري ندلع لك انا فهمتي. ها حنايا خمسه ديال الاوراق، حنا غادي نقلعو له كلشي هاد الغصن، خاصو يبقاو بحال هادي شتي بحال هادي. هاد الغصن اللي قلعناه هذا اللي كان هنا صالح غير للتلال ولا الجربه ولا الحكه. راني غادي نديرها لواحد السيده قالت لك ابراهيم عندي التلال بصح راني درتها قديمه، لو كان تفتش تلقاها وجابت نتيجه كبيره. حنا غادي نجيبو خمسه ديال الاوراق، غادي نقلع له هاد الغصن الصغيوان، صلحنا غير بهادي صلحنا غير بهادي. غادي نشدوه غادي نغسلوه مزيان فهمتو، من غادي نغسلوه مزيان غادي نقطعوه. علاش نقطعوه من طيبوه باش يطلقوا، الا ما درتيهوش اولا تشديوه هكا وتعفسيه فهمتي. غادي ديريه في يوطرو ديال الماء وطيبيه 15 دقيقه على نار هاديه فهمتي، 15 دقيقه على نار هاديه وتصفيهم وتبقاي تعطي لها تشرب. هذاك هو الماء ديالها، لا في الصباح ولا في تشرب غير فوق ما عادش تشرب، ماشي غادي دير استفراغ السحر تشربو مره تشرب وتنعس. ثاني كاين درك من راه درك موجود في الشتاء ما كيكونش موجود، تشدوه وتقطعوا له هذا وتيبسوه في الظل ومن كاع اللي فيه السكر الله يشافي جميع المسلمين والمسلم، وتنشفوه وتجفوه وتغسلوه مزيان وتجفوه في الظل وتطحنوه حتى يتجفف مزيان وتطحنوه وتخليوه للشتا، باش ها هو درك الوقيته عندكم كي سميته. وفي الشتا ما كتكونش الاوراق كطيح فهمتوا، غادي تاني كي تجفوه وتطحنوه. ومن غادي تطحنوه من غادي تطحنوه غادي تخليوها تبقاو تهزو نص معلقه منه صغيره وتخلطوها مع الحليب ولا مع اللبن ولا مع الماء ولا مع الشاي. راني عارف مزال اللي عنده السكر ما ياكلو لا عسل ولا ما ياكلو حلاوه فهمتوا، بصح شدوه تخلطوها هما بحال في الشتا عندكم. ودرك ها هو عندكم هذه راه جات نتيجه كبيره، وشكروني راني دايرها لكم قديمه وشكروني الناس عليها، وعطيها حتى لصبنيول فهمتي، عطيها حتى للدراري اللي كنخدم نخدم ليهم الفيلات واللي كيخدموا معايا فهمتوا، ولا فرنساويين ولا الانجليز لان عارفين كنبيع الاعشاب وكسميتها وكنداويتها الاوروبيين هنا. بصح هذه الا تبعتيها راها زوينه بزاف، وقولي للوالده قال لك ادعي معايا ابراهيم، هذه صالحه لا للغده الدرقيه ولا للقولون العصبي ولا للسكر، هذه واعره بزاف فهمتي. بصح الا داويتيها بصح خاصها تدوم طيب 15 دقيقه على نار هذه، وادعي لي فهمتي. هذه راها زوينه وهاني درت لك الوصفه، وباش ما تقوليش ابراهيم راه شاف التعاليق ديالي وقالت لك نموت عليك، انا نموت عليك والعدو فهمتوا، راك عزاز عليا كلش شتو. وهذا هو الكرموس يعني التين فهمتي، هذا هو شتي راه تبارك الله كيولد كلش هنايا. وهذه هي الوصفه، ويا ربي جيب التيسير وداوميها وتشوفي. وانت عشت تجفيه جفيه في الشتاء على الظل، تتغسليه مزيان لانه هو تحت الشتاء داك اللي فيها التراب، وتغسليه مزيان من التراب وكي سميته وتجفيه على الظل، ومن دير تطحنيه. تبارك الله عليكم والله يشافي الوالده وتهلاي في الوالده، هذاك هو الربح. هاني بسلام عليكم.